2020 السنة كانت مليئة بالأحداث المثيرة والصادمة واللي تميزات على باقي الأعوام الماضية بالاختطافات الكثيرة. وقامت قناة الشعب شوف تيفي بتلبية طلب المواطنين والتنقل إليهم لإيصال صوتهم. البداية كانت باختفاء الطفل عدنان بطنجة يوم 8 شتنبر 2020 واغتصابه وذبحه ودفنه أمام منزله يوم 12 شتنبر 2020. ولدي خرج البارح مع الأربعة العشية باش يجيب الدواء ولحد الساعة باقي ما رجعش وشافوه الناس مشى مع واحد السيد، شافوا السيد مع المخبزة كان مشي معاه، ولحد الآن أنا ما كنعرفش داك السيد وهو ما كيعرفش داك السيد. العائل صغير باقي 11 عام وتغتصبوا راه تكون هادشي راه مرض نفساني وقيله ولا العلم لله. من بين اخطر القضايا اللي سلطت عليها قناه الشعب شوف تيفي الاضواء هي قضيه الطفله نعيمه يوم 27 شتنبر 2020 باحد الدواوير بزاكوره بعد اختطافها. وكشف الاب ديالها في اول خروج اعلامي ليه على تفاصيل مؤلمه وخطيره بعد ما لقاوها مقتوله في الخلاء. صدمه تقريبا 41 يوم، يعني 41 يوم هذه باش اختفت يعني البنت. اليوم يعني شنو هي المجهودات اللي قمتوا بها يعني مباشره بعد اختفاء يعني تاكد يعني من اختفاء هذا الضحيه؟ يوم 29 شتنبر 2020 كان يوم فرح بعد ما كشفت شوف تيفي لساكنة الدواوير ولعائلة الطفلة نعيمة عن خبر اعتقال أحد المشتبه فيهم في قتل الطفلة. من أخطر القضايا اللي كشفتها شوف تيفي من قلب زاكورة هي قضية سعادة الزهرية ضحية مافيا الكنوزة
اللي تم اختطافها والأسرة ديالها كشفت حقائق جد صادمة في يوم 9 أكتوبر 2020. شوف 160 مازال تابعيننا. اذا درش انه دار السينيالات بربعة غنحاولوا ندخلوا للمدينة اخواني. 170 اخواني باش غادي. واحد وعشرين اكتوبر انتقلت شوف تيفي لمدينة برشيد بعد استغاثة والد الطفل بلال بالقناة يناشد المغاربة بالبحث على الابن ديالو اللي اختفى في ظروف غامضة. ديال السيمو بلال خرج الباح مع الساعة ديال العشية لبس حوايجو لبس البدلة ديالو وخرج. ما هذاك الصور هاد الصور بيت هاد الناس هي باش خرج هادي باش خرج وما عرفناش لحد الساعة فين. قالوا لنا واحد الناس راهم كاين جهة الربيع شي نقل لبنا زعما كاين حتى شي حاجه. كنعرفو هذا حنايا كاين كيلعب مع الدراري ديال الدرب اللي عنده شي صحاب حنا ما عرفناهمش شكونهم. الدراري ديال المدرسه ما كيمشي كلشي كاين ما غايب حتى شي واحد زعما ولا سولنا عليه ما كاين حتى شي حاجه. يوم 24 اكتوبر 2020 كان يوم حزن بالشوكة اتبها بعد اختطاف طفل حسين الشيء اللي خلى صدمة كبيرة في نفوس الأسرة والعائلة. اللي وقع حتى واحد ما ظن واش غادي يوقع هذا الشيء في هذا الدوار هذا. نعم حتى واحد ما ظن واش غادي يوقع في الدوار عندنا هذا. انا المهم هذا الشيء اللي وقع هنا المصيبة ما عمرنا حسبنا زعما واش غادي يوقع بحال هذا الشيء كاع عندنا. واش تقول واش في رمضان قاعد دوزناه في واحد الضافين دوزناه كنصليو التراويح الصلاه وحده اللي كنصليو في هذا رمضان. راه قول فن اركلنا هنوفا هي ويتنا ظهر فن ديال العائلات وكاين واحد النوع ديال الاطمئنان او الامان اللي هو يعني كيطلب فينا من حنا صغار وهذا الشيء مطلب فينا. أما يوم 19 أكتوبر نشدت شابة المغاربة بالعثور على شقيقة اللي اختفى بظروف غامضة بمدينة الدار البيضاء. يا طه اللي مختفي من نهار 3 كنقلبوا عليه وما لقيناهش عنده 14 سنة. كنا جالسين في الدار يعني نهار 3 كنا فقنا الصباح فطرنا يعني كأي نهار كندوزو ديما كنقريه هو حتى العشرة. فاق مع ديك التسعود رجع ادواته وفطرنا يعني قلت ليه نمشي انا وياك المدرسه. قال لي لا انا كبرت خصني نمشي انا وصحابي. قالت لي خالتي صافي سير انت وصحابك. خمسة وعشرين اكتوبر 2020 ام بدموع مؤثره نشدت المغاربه بعد خطف بنتها ضواحي القنيطرة. وشوف لي يا بنتي ورا قهروني في بنتي والملك ديالنا وحنا كنحماقوا عليك وملكنا حنا كنحسوا بيك وحس بيا ورا بنتي ورا داو لي يا بنتي البارح مع الجوج ورا هزوا بنتي داوها ليا
والحمد لله وربي حبيبي لمزا وقا فيك. وفي يوم 12 نوفمبر 2020 قام أبا الطفلة سعادة بالاتصال بقناة شوف تيفي للتبليغ على اختفاء الابنة ديالو بمدينة الدار البيضاء في ظروف غامضة. الله يجازيكم بخير. هاد بنتي هادي دخلت الإعدادية لحسن الصغير هنا في الدوار خنيش في العراقي. هاد الدرية هادي راه مشات ليا اليوم 13 يوم وقلبت عليها في أي بلاصة، قلبت وديكلاريت عند البوليس هنا. فعندها 14 عام، هاد الدرية عندها 14 عام. من أخطر عمليات الاختطاف اللي كشفتها شوف تيفي بمدينة وجدة، اختطاف الطفلة الزهرية إلهام والأسرة ديالها كشفت على حقائق خطيرة يوم 29 نوفمبر 2020. أنا عزيزة عليا البنية والمعزيزة عليا، راني ما كنرقدش الليل منها. من نتفكرها نقول غادي نخرج من الدار ديالي نمشي، ما نقعدش فيها. صغيرة وعزيزة عليا وبنت ولدي هذه ومسكينة صغيرة، ما هي راه ما حق عليها صبرها وداسي ومرحنا. لا انا ولا عائلتي ولا ولادي. احنا تقريبا كاين الانسان اللي كان يسيم ما يقعدش في الدار. طاقم شوف تيفي قام بمرافقه الاسره ديال الطفله الهام للبحث عليها في الجبال بعد ما ظهرت معطيات تفيد بان عصابه الكنوز هي اللي عندها اليد في الاختفاء ديالها. راهو مقهورين بزاف ماشي غير شويه، ولكن حنا درك نطلبوا منهم الخوت وقفوا معنا. الله يكثر خيرهم. اي واحد راه واقف معنا، صحافه واقفين معنا، الخوت كاملين راهم يمشيوا معنا للغابه. راحنا نجريو، حنا بغينا غير راحنا نتبعوا هاد الاثارات هادو اللي كانوا يتبعوهم هاد الناس ديال كيقولوا لنا معادين، كيقولوا لنا هما مره كيقولوا معادين مره كيقولوا حوايج تاع الشعواده، ولكن حنا العلم لله، حنا ما كنعرفوا والو. بعد أسبوعين تقريبا توصلت قناة شوف تيفي بمعلومات خطيرة بعد ما تم إيجاد الطفلة إلهام مقتولة أحد الجبال بجردة يوم 12 نوفمبر 2020. أميتي شكون غرف في بنتي خلوني بوهرية. أميتي واش نقعد في بلاد بنتي ولا ما نقعدش؟ أميتي واش نقعد في بلاد بنتي ولا ما نقعدش؟ أميتي أنا أميتي واش نسكن دارها ولا ما نسكنش؟ أميتي أنا. وفي يوم 11 نوفمبر 2020 توصلت شوف تيفي باتصال هاتفي لأم مدينة زمور تناشد فيها المغاربة بالبحث عن بنتها اللي اختفت في ظروف غامضة. أخويا أنا طالع إلى الله وسبحانه بيا مركبتي يا أخويا، ولا كنتي تشوفيني أحسن بنتي ولا في هذه الغضب بنتي اللي راني أنا يا بنتي الضارب لا بيك بنتي مساوية والو بنتي راني عارفاني يا بنتي ولا المهدي وعبد الرحيم ولا أكرم ولا كل مرة مرتي بنيتي. الله يرضي عليك بنيتي، لك تشوفيني يا بنيتي اتصلي غير بيا نبرد شوية بنتي. سنة 2020 إذن كانت سنة مليئة بالاختطافات واللي قاموا فيها المغاربة بالاتصال بنا، وكنا على استعداد دائم لنقل صوت الشعب إلى المسؤولين. حاولنا نقل معاناتكم أصواتكم وكل ما كيهمكم. وداعا سنة 2020 بكل أحزانها، وداعا للبراءة التي مستها أيادي الوحوش الأدمية. مرحبا ب 2021.